وشا. أكيد طبعاً الورق هو أول حاجة حمستني للعمل. الورق مكتوب بشكل حلو قوي، الشخصيات كلها مكتوبة بشكل قوي، الشخصيات كلها شخصيات محورية في الأحداث. شركة الإنتاج طبعاً، شركة فنون مصر من الشركات طبعاً، يعني أول مرة أشتغل معاها، بس يعني الحمد لله سمعتها في السوق إن هي من الشركات الكبيرة واللي بتنتج أعمال كبيرة، جبل الحلال ورأس الغول، وطبعا مسلسلات أستاذ طارق لطفي اكتشافها لي كبطل مطلق طبعا في بعد البداية، أستاذ أحمد سمير فرج من المخرجين بجد اللي أنا كنت حابة أن أنا أشتغل معاهم جدا. طبعا كل أبطال العمل ده من نجم ياسر جلال في أول بطولة لي، إن شاء الله يا رب تبقى وش خير عليه وتكون عمل ناجح وقوي. نجم محمود عبد المغني، هنا شيحة، علا غانم، دكتور عزة أبعوف، كل العناصر الحمد لله عناصر قوية جدا. فأكيد لما تدخلي عمل أو يجيلك عمل كل العناصر كده مكتملة فبتبقي مستبشرة خير بيه. نقدرش نقول إن كام سنة الأخيرة إن المسلسلات اللي برا السباق الرمضاني بدأت تبقى بتحقق نجاح ما كانش حد يتوقعه، بس هو ده الصح. يعني انت تخلقي موسم برا رمضان بأعمال جديدة إن المتفرج ما يقعدش يتفرج على الأعمال تاني ويعيد فيها، فأكيد دي حاجة أو ظاهرة حققت نجاح ومكملة. وبالذات إن المنتجين بدأوا يهتموا جدا بالمسلسلات الستين وبيتعاملوا معاها إن هي مسلسلات كأنها داخل السباق الرمضاني بالظبط، فدي حاجة برضو من الحاجات اللي يعني مبشرة بخير إن هم خلقوا موسم تاني برا موسم رمضان. لكن طبعا ما اقدرش انكر ان المسلسلات اللي جوه موسم رمضان اكيد بتبقى المنافسة فيها قوية جدا، وفي مسلسلات بتنجح وبتحقق نسبة مشاهدة عالية، يعني بتتخطى ساعات تخيلات اي حد. وفي اكيد مسلسلات يعني بدون ذكر اسامي ان هم كتير حقق المعادله دي. فدلوقتي الحمد لله احنا عندنا موسم رمضان، موسم قوي ومنافسه قويه جدا، والمنتجين او الصناعه عملت مسلسلات بره رمضان اللي هي الستين وبرده بدات تنافس بشكل قوي جدا. فالحمد لله دي حاجه مفيده لينا، مفيده للصناعه، مفيده للمشاهد، فيا رب نفضل مكملين كده. فعلا صناعة السينما كانت من ساعة الثورة نقدر نقول ان هي كانت في تدهور، لكن بدأت ترجع تاني لان صناعة السينما دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، دي تاريخ الممثل، صناعة السينما او الافلام اللي بتتحط في مكتبته. والدراما بقت قوية جدا وبتنافس لان هم بقوا بيشتغلوا بشكل سينمائي في المسلسلات، ما بقاش المسلسلات اللي هي الصورة القديمة والاخراج القديم والتمثيل القديم، لا هم بقوا بينافسوا كأنهم يعني كل مسلسل كأنك داخلة فيلم سينما بس 30 حلقة، بدل ما بتدخلي فيلم سينما. وده أصعب، إن فيلم السينما بيختصر في ساعة ساعة ونص، لكن المسلسل أنت بتتكلمي في 30 حلقة، بتتكلمي في حوالي 22 ساعة أو 20 ساعة. فصناعة السينما راجعة تاني ولازم ترجع تاني، إحنا ما نقدرش نعيش من غير سينما، السينما دي حياتنا وتاريخ أي فنان في السينما. ودلوقتي طبعا الدراما بتنافس بقوة وبقت متواجدة بقوة، يعني نقدر نقول إن كل نجوم السينما اتجهوا للدراما لان هي بقت بتنافس بقوه برضو زيها زي السينما بالظبط. ان شاء الله باذن الله انا عندي ورق بقراه، بس يعني مش هقول غير لما اقبل الورق، ما بحبش اقول وبعد كده ارجع اعتذر، بس ان شاء الله ارجع بحاجه قويه باذن الله في السينما لان انا بحب السينما جدا جدا. شخصية يعني أقدر أقول غريبة عليا، أنا ما عملتهاش قبل كده، ملهاش علاقة بشخصيتي قوي، ففيها تطورات في الأحداث، فيها حتة شوية اللي هي الموجودة دلوقتي اللي هي مهتمية قوي بالسوشيال ميديا وحياتها مع ناس كتير من خلال السوشيال ميديا، وبترجع تتفاجئ إن هي كل الناس اللي أصحابها على السوشيال ميديا هي بعيدة عنهم كل البعد، ما فيهم قرايبها هم أصحاب بس ساعة لما بيتقابلوا أو بيبقى في بينهم حدث لا هم هي ما تعرفش، يعني الشخصية بعيدة تماما عنها. ويمكن دي رسالة إن, 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 إن التواصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ما بتبقاش
زي التواصل من خلال ان احنا بنتقابل، ان احنا بنتكلم يعني. فدي حاجه برضو من ضمن احداث الشخصيه يعني. والله قعدت مع استاذ احمد سمير فرج، طبعا اتكلمنا في تفاصيل كتير. الورق طبعا الحاجات المهمه اللي انا قعدت اقراها وشفت تفاصيل فيها كتير. فيعني يا رب ان شاء الله اقدمها بطريقه جديده ما تقدمتش قبل كده، وتكون فعلا جديده عليا، ويكون الجمهور اللي بيتفرج راضي عنها. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org